الجاي يدير جابو الغرام في نصاصات الليل، الجاي يدير جابو الغرام جابو الغرام، الجاي يدير جابو الغرام جابو الغرام، الجاي يدير جابو الغرام وماشي حرام، جاي يسقيا وين انتو بيا، الجاي يدير ازغ بي كيموت عليا، انا حاسه بيه في قلبو شعلة نار قوية، الزيدي قابل غرام قلبه عامر قوي بات عليه سامر، اللي شافه يقول محركة ليل مجامر، الزيدي شكرا. جديدي الجاي يدير اغنيه مغربيه تصورات على طريقه الفيديو كليب كيف ما شاف الجمهور، كلمات فاروق القصلاني، الحان مهدي العدماوي، توزيع زهير حصادي، وميكساج وماسترينغ رشيد محمد علي. اختاريت انني ندير اغنيه الجاي يدير اللي حنا خدينا كلمه الجاي يدير وتقريبا يمكن اللحن كان يعني مقارب، ما حاولناش ما بغيناش نبعدوا بزاف من ستيل المغربي الشعبي لكن بستيل عصري، وخصوصا انها اغنيه تراثيه. الحمد لله يعني الاهم ان عجبت الناس وحاولنا نديروا فيها يعني لمسات خاصه ومغايره. حتى في الكلام يعني الكلام ديال الاغنيه كان بدل كله، خدينا فقط كلمه الجاي يدير اللي هي بيان سور اغنيه كبيره واغنيه تراثيه. صراحه ما كنتش متوقعه النجاح الكبير. هذا السؤال غطرحيه على اي فنان غيجاوب لك نفس الجواب، لان دائما كنحط الاحتمال الأسوأ قبل من الاحتمال الزوين. الحمد لله فرحت بزاف بنجاح كليب الجاي يدير وان عجبت الناس وان الناس دابا تيتغناو بها وتيغنيوها. يعني بعد الحمد لله بعد كل تعب كيكون نجاح. كانوا معي قنوات عربيه، حبيت انني نقل ثقافتي المغربيه لمصر، وملي كنهضروا على مصر غير مصر بوحدها راه كنهضروا على 100 مليون شخص، فبركه غير مليون ولا زوج ولا ثلاثه يتعرفوا على المغرب اكثر من خلال اللباس المغربي والديكور المغربي. حنا نقلنا الديكور المغربي كامل من المغرب اديناه لمصر، وركزنا كذلك على اللباس المغربي اللي كيف ما لاحظتوا في الكليب وي كان القفطان المغربي اللي انا تميزت به، لكن القفطان اصبح بينشغ عالمي، ما بقاش محتاج دعايه منا حنا كفنانين المغاربه. الحمد لله وصل للعالميه القفطان المغربي، انما كذلك ركزت على اللباس الرجالي المغربي التقليدي اللي هو جلابه جبادور سلهام، وانا كذلك ظهرت بالسلهام المغربي في الكليب. انا كنشوف ان بنات بلادي ذكيات وفاهمين المغزى الكبير من الاغنيه، ومن خصوصا من كلمه اللي شافوا يقول محركه ليها المجامر. اللي شافوا يعني احنا في المغرب كنقولوها، في الوطن العربي كامل كتقال، فين ما كيشوفوا شي واحد كيبغي شي وحده تيقولوا ساحره ليه، الوغ حنا خديناها من الجانب الفكاهي اكثر. يعني هذا هو كان المغزى، وكيف ما قلت لك المغربيه الذكيات والمغربيات كيفهموا فهموا رسالتي انا من الكليب اكيد. ان المغربيه ما محتاجه لا سحر لا حتى شي حاجه باش تجذب وتسلب قلب الرجل.